إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا الله أحسنت فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا نحن خلقناهم
وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا خير.